السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في السلسلة اللي بدأناها بأول شهرنا الكريم، وهي سلسلة تدبر وتفسير آية. متابعين جوجة تيوب، معكم ريناد نيروخ. إن شاء الله اليوم حنحكي عن الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهنا في الآية الكريمة يأمرنا الله عز وجل بالاستعانة بأمرين مهمين ثوابت في الإسلام: الصبر والصلاة. سنتحدث كل واحد منهما على حدة، ثم ندمجهم ونعلم ماذا أراد الله بأن يضعهم في نفس الآية. الصبر، هناك بشارات عظيمة وأجور كثيرة للصابرين، كما وصف الله عز وجل في كتابه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقد وعدهم بالصلاة عليهم والمغفرة والرأفة، وجاءت كلمة صلوات بالجمع دلالة على الكثرة وكثرة الخير. كما أن للصابر يا أختي أجر مرتين: يوم القيامة وفي الدنيا. ويوم القيامة يبشره الله عز وجل بالجنة من غير حساب، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك أشكال للصبر، منها الصبر على الطاعة والعبادة، الصبر على الحرام لكثرة اختلاط الحرام بالحلال في زمننا هذا وزمن الفتن، والصبر على المصائب التي لا يتدخل العبد فيها كالفقر والمرض، وهذا صبر واجب. أنت واجب عليك أنك تصبري في الفقر والمرض وحال المصيبة التي تحصل بأمر الله. وهناك صبر مأمورة عليه، هو الصبر على الطاعة. أنت مأمورة أنك تعبد الله وتصبري على العبادة. وهلأ أكيد كل حدا فينا بحكي: أنا بمر بظروف أو بمر بمصيبة أو ابتلاءات كبيرة جدا ما حدا بيعلم فيها وما حدا حاسس فيها، لكن أنا رح أحكي لك هلأ أشياء بتعينك على الصبر، بتساعدك على الصبر. منها: واحد، معرفة طبيعة الدنيا ومعرفة حقيقتها وواقعها. هي دار ممر وابتلاء وليست دار استقرار، هي ليست فيها دوام لأحد. كلنا سنموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثانيا: الثقة بحسن الثواب من عند الله عز وجل. أيقني تماما أن هناك أجر لك في الدنيا في الصبر، وأجر لك في الآخرة في الجنة، بس هذا سيعينك على الصبر. ثالثا: اليقين بفرج الله تعالى وأن نصره قريب. فقد وعد الله تعالى عباده باليسر بعد العسر وبالسعة بعد الضيق، لقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. رابعا: الاستعانة بالله تعالى. وخامسا: الاقتداء بالصابرين والاتعاظ من قصصهم. كل ما تحس حالك متضايقة مخنوقة، الدنيا غلبت عليك، روحي إلى قصص الرسول، روحي إلى قصص الصحابة والتابعين والسلف. والله العظيم حتى لو قصة جارتك وصحبيتك، مو شرط تكون قصة حدا معروف في الدنيا أو الله عز وجل يعني معطي الحكمة مثل السلف الصالحين والرسول والصحابة. انظري إلى مصيبة أختك أو جارتك أو صاحبتك، أقرب الناس إليك، والله العظيم رح تلاقي مصيبتك أهون عليك في مصيبتها، وتحكي الحمد لله لرب العالمين أعطاني هاي المصيبة، لأنه لو رب العالمين ابتلاني في ابتلاءها لما صبرت. الله عز وجل لا يعطي نفس فوق طاقتها، لا يحملها فوق طاقتها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولما تقول الحمد لله على المصيبة اللي أنت فيها، اصبري والله عز وجل رح تكون هناك فتوحات عظيمة عظيمة كبيرة من الله الكريم لأنك صبرتي. وثالثا وأخيرا: الإيمان بقضاء الله وقدره. أيقن تماما أن هذا هو قضاء الله، هذا هو قدرك. لازم ترضي بالقضاء، لازم ترضي بما أمره الله عز وجل أن يحصل معك. والإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان،
لازم عشان تكوني مؤمنة بالله عز وجل وتؤمني ويكون إيمانك صحيح أن تؤمني بهذا الركن. والآن رح نحكي عن الصلاة وفتوحات الصلاة ثم ندمج الآيات معا. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة منزلة كبيرة في الإسلام، كما أنها أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة. والصلاة هو عمود الدين، ولا يقبل أي عذر لتاركها طالما قادر على أدائها، ولا تسقط على أي شخص بالغ عاقل. وحكم تارك الصلاة كافر مرتد بإجماع الأمة، هذا مو مني، بإجماع الأمة والعلماء. ولا يجوز يا أختي يا حبيبتي، نبهي نفسك وأولادك وأخواتك وجيرانك أنه لا يجوز الصوم بدون صلاة. كيف تقبلي على الصوم اللي هو الركن الرابع من الإسلام وبتفشعي عن الركن الثاني من الإسلام؟ ما بعرف كيف بيجيكي قلب تصوم وتتعب 16 ساعة في الحر والشوب، تحرم نفسك من الأكل والطعام والشراب، وتكوني تعبانة ومهزل، جسمك تعبان، وما تصلي لله عز وجل 4 أو 5 دقائق في كل صلاة. هاي الصلاة اللي إيش اللي بتقرأي فيها حفظك أو بتطولي فيها في الدعاء، يعني 4-5 دقائق بتتغنبي فيهم، بتوقفي 4-5 ساعات على الفطور و4-5 ساعات على السحور، وبعد الفطور في سهرات وفي طشات. تقدري على هذا الإشي أما إنك توقفي بين يدي الله عز وجل 3-4 دقائق؟ والله العظيم إنه لا، لا حرمت نفسك لذة كبيرة وفتوحات عظيمة. فهناك اختلاف في آراء الفقهاء لقبول الصيام، منهم من قال إنه صيامه مقبول، ومنهم من قال لا صيام لتارك الصلاة، وهذا يرجع إلى آراء العلماء. ونأتي الآن إلى تفسير الآية لابن العثيمين. قال الآية كاملة: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال فيها الحث على الصبر بأن يحبس الإنسان نفسه ويحملها المشقة حتى يحصل المطلوب، وهذا مجرب أن الإنسان إذا صبر أدرك مناله، الله عز وجل أعطاه ما يريد، وإذا مل وكسل وفاته خير كثير. ولهذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال رحمه الله: من فوائد الآية أن الصلاة لها فضل كبير، حيث أنها مما يستعان بها على الأمور وشؤون الحياة. شوفي، خلينا نوقف هون شوي أنا وياكي. يستعان بها على الأمور وشؤون الحياة، ما في إشي بيتيسر بعد الصلاة إلا بعد الصلاة. ما في إشي تطلبين من الله عز وجل رح يجيكي وأنت تاركة الصلة اللي بينك وبين الله عز وجل. الصلاة هي صلة العبد بربه. كيف تطلب من الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة أو النجاح في امتحان معين أو وأنت تارك الصلاة؟ كيف بيجي في قلب انك تطلب من الله عز وجل هيك طلبات وانت قاطعة الصلة بينك وبين الله؟ الصلاة هي صلة العبد بربه. لما انت تقطعي الصلة اللي بينك وبين الله عز وجل، رح يكون عليك هين انك تقطعي الصلة بوالديك. مش الصلة انك ما تشوفين او ما تحكي معهم بهذا المعنى الحرفي، لا، بمعنى انك تعقيهم او ما تردي عليهم او ما تهون عليك عدم احترام الكبير، وبهون عليك انك ما تحفظي وما تقرأي وما تربي ولادك صح، وبهون عليك المعاصي وتشوفي المنكر بعينك، حيهون عليك شغلات كثير كونه هان على قلبك تقطع الصلة بينك وبين الله عز وجل. وتستعيني بأمور الدنيا وربنا يسر لك اياها، اسجدي لله، اسجدي لله. السجدة اللي بتحس حالك فيها الله عز وجل فتح عليك فتوح العارفين بالدعاء وجبر قلبك وحسيتي براحة، ما ترفع رأسك منها إلا وأنت مجبورة، إلا وأنت مستجابة. ادعي الله عز وجل بما شئتي، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في موضع السجود. اسجدي، ادعي، صلي، احفظي، اقرأي، احفظي قرآن عشان تقرأي في الصلاة. ما ظلك تكرر نفس الآيات نفس الصورة، في منا كثير تقرأ نفس الصورة، صورة الكوكب وصورة الناس. أقصر الصورتين عشان أخلص بسرعة، أنا بدي أرتاح من هالصلاة، بدي أرتاح من أمي وأبوي أو حدا معين عم بيدق علي إني صليتي أو ما صليتي. أنا ما بصلي للعبد، صليتي لأمك أيقن تماما أنه ما قبلت الصلاة، راح ترمي في وجهك كأنك ما صليتي. أنا بصلي عشان فلان يشوفوني بصلي، فهذا رياء، مرض كبير نتحدث عنه في مواضيع أخرى.
أنا بصلي لله عز وجل، بصلي لأنه أمرني، بصلي حمد وشكر لأنه أهداني الإسلام والإيمان، بصلي حب في الله، بصلي حب في الله. لما صلي حب في الله ستقومينها على الوجه الذي يرضيه الله عنه. لما تقومي تعملي إشي معين بحب، طبخة معينة، إشي أنت نفسك تعمليه، والله رح تتقنيه أكثر من أنك تكوني مجبورة أو مأمورة أنك تعملي هذا الإشي. وهناك كمان قال قائل من العلماء: كيف يكون الصلاة عون الإنسان؟ الجواب: تكون عون إذا أتى بها على وجه كامل كما يرضي الله، ويكون فيها حضور القلب والقيام بما يجب فيها. أما صلاة غالب الناس في هذا اليوم للأسف هي صلاة جوارح لا صلاة قلب. كيف يعني صلاة جوارح؟ إنه بس الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، بلش بالفاتحة، بلش سورة قصيرة، تسجد وتركعي، بتخلص الصلاة. أقسم بالله في السنة صحيح ما بعرف كم صليت، كم ركعة، ما بعرف شو قرأت، لقيت حالي خلصت الصلاة، لأنك عم بتقوميها بس كواجب، ما عم بتقوميها كحضور قلب. يعني ويقول الله عز وجل في كتابه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تحسي حالك ثقيلة، الصلاة ثقيلة عليك، إلا على الخاشعين الذين يتذللون ويخضعون ويتواضعون لله عز وجل، يسجدوا بحب لله. رح تحسي براحة عظيمة، والله العظيم رح تحسي حالك مرتاحة. في كتير ناس بيحكوا أنا بدي أرتاح منها، صليت العشاء بكير أو التراويح بكير عشان أرتاح منها، ما تضل حمل علي. خطأ، أنت عم بتقوم بس صلاة جوارح بس، الله أكبر، بلش صلاة ركعة ركعتين 10 خلاص تراويح. لا، قوميها صلاة لترتاحي فيها، بس تخلص الصلاة تحكي آه الحمد لله أني أنا ارتحت في صلاة العصر، ارتحت فيها وليس منها. استشعر الراحة، الله عز وجل يكون يتحدث معك في كل آية بتقوليها: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، إلى آخر السورة. كل آية بتقوليها الله عز وجل يرد عليك. تخيل إن الله عز وجل وأنت عم تقرأي بالفاتحة وواقفة عم بتصلي بركعات الصلاة، الله عز وجل يكون وجهه مقابل وجهك. يا الله يا الله، ما أكبر هذه النعمة، والله إنها يعني لازم تزيدك خشوع، تزيدك تذلل لله. تخيل إنه في حدا ولله المثل الأعلى واقف قدامك وأنت عم تعمل شغل معينة، والله رح تتقنيها وما رح تعرف تسويها مظبوط، ورح يعني تقويها على الوجه الذي يرضي الشخص عنك، ولله المثل الأعلى. تخيل الله عز وجل ينظر إليك نظر العين بالعين ويرد عليك: الحمد لله، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي. لعبدي ما سأل، في آخر سورة الفاتحة: لعبدي ما سأل، أعطوا عبدي ما سأل، يعني إيه ما طلبتي فإنها مستجابة. أعظم من هيك عن جد ما في أعظم من هيك نعمة. وبآخر إشي رح أحكي لك إياه، ملخص الآيات: الصبر والصلاة، يعني جمع الله عز وجل الصبر والصلاة، لأنه ما رح تقدري تصلي بدون ما تصبري على المشقة والتعب وكلام الناس، أو إذا كان في عندك فتور من جواك وبعد عن الله، اصبري على هذا الشيء عشان الله عز وجل يعني يعيدك على استقامته، وما رح تقدري تصبري وإنت مش مستعينة بالله عز وجل، وما رح تقدر تصبري إلا وإنت متواضعة لله عز وجل وقائمة بالواجب الذي يرضيه عنك: الصلاة الصلاة الصلاة. فاستعينوا بالصبر والصلاة، وأرجو الله أفضل صلاة منكم، وصلوا صلاة مودع. صلي كل صلاة، حسيا أنها يمكن تكون آخر صلاة عصر، آخر صلاة ظهر ممكن أصليها. واصبروا واستعينوا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا رب يا رب، اكتبنا من الصابرين، وارزقنا القوة 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 يا الله لنستعين بالصبر والصلاة، ونعبدك حق عبادتك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.